شاهد الكرام للمزيد في هذا الشأن معنا عبر الهاتف من البحرين النائب الشيخ جمال بوحسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني. سيد جمال أبو حسن أهلا بك، ربما نتعرف أولا على دلالة توقيت المبادرة والاتصال الذي تم بين أمير قطر وما بين الرئيس الإيراني في هذا التوقيت تحديدا. أولا أحييكم وأحيي مشاهدي قناة تي في وأشكركم على إتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على هذه القضية الحساسة والمهمة في الحقيقة. قضية نظام الحمدين واتصالها الدائم وتوجهها وانبطاحها للنظام الإيراني. في الحقيقة الاتصال بين رأس النظام القطري تميم بن حمد والرئيس روحاني إنما يأتي ليعطي دلالة واضحة بأن التنسيق القطري الإيراني يكون على أعلى المستويات وبينهم هناك بينهم تعاون استراتيجي وبينهم تعاون اقتصادي وتعاون سياسي وحتى تعاون في الحقيقة إرهابي بين الدولتين لأن الدولتين يمثلون رأس الإرهاب في المنطقة. وما يعني قاله أو طرحت به وكالة الأنباء الإيرانية مهرة ما هي إلا دلالة يعني دلالة واضحة على تورط النظام القطري في دعمه للنظام الإيراني والتنسيق فيما بين النظامين الإيراني والقطري. نعم سيد جمال، ولكن أتحدث عن التوقيت في ظل سيطرة من التحالف العربي على ميناء الحديدة وفي ظل اتجاه للسيطرة على بقية المدينة وفي ظل انتصارات وانحسار للميليشيات الحوثية، هذا التوقيت يأتي هذا الاتصال ما بين تميم وما بين روحاني، دلالة هذا التوقيت؟ دلالة طبعا واضحة وبينة والكل يراها بأم عينيه ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام الدولية ترصد التخوف القطري من بعد سقوط الحديدة وميناء الحديدة ومطار الحديدة كذلك. في الحقيقة هناك توجس من النظام القطري والنظام الإيراني لأن ضرب الحوثي وهو إحدى الميليشيات التابعة التي تتبع النظام الإيراني ويقوم بتمويلها النظام القطري، إنما هذه يعني يعطيك دلالة ويعطي الجميع دلالة واضحة بأن سقوط النظامين في وحل الهزيمة وتوجسهم من ما سيأتي بعد ذلك من دراما في القضية اليمنية من تحرير إن شاء الله تعالى مدينة الحديدة كاملة. فبالتالي هذا يعتبر انهزام وخسارة كبيرة للنظامين الإيراني والنظام القطري. ولكن شيخ جمال بو حسن ربما يقول الجانب الإيراني وكذلك تابع والجانب القطري أن هناك كارثة إنسانية سوف تكون موجودة بالحديدة في ظل يعني هجمات التحالف العربي ووجود مدنيين آمنين وأطفال وهكذا. لا في الحقيقة هذا ما هو إلا ادعاء كاذب، بالعكس التحالف العربي حريص كل الحرص على حفظ أمن وأمان المدنيين في الحديدة ويقوم بإمدادهم بكل وسائل التموين سواء المعيشي أو الغذائي، ولكن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تجويع للمدنيين هذه هي الكارثة. ما تقوم به القوات الحوثية ضد المدنيين باستخدامهم كدروع بشرية هذه هي الكارثة التي يخاف منها العالم ويتوجس منها التحالف العربي، هو استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية ضد تقدم قوات التحالف ومعاهم القوات اليمنية الجيش اليمني الوطني. فبالتالي أعتقد بأن يعني ادعاء سواء الإيرانيين أو القطريين أو الحوثيين خوفهم على المدنيين ما هو إلا ادعاء كاذب وادعاء مكشوف وفاضح في الحقيقة، يفضح خططهم لعرقلة تقدم التحالف والقوات اليمنية. ولكن هناك أيضا الشيخ جمال كانت هناك تقارير أممية تتحدث عن هذا الموضوع، لكن دعنا من هذا، هل يعني ما تفعله قطر الآن وإيران هل يذكرك بالاتفاق البلدات الأربع التي كان هذا الاتفاق بالنسبة لسوريا، وكيف دفعت قطر مبالغ طائلة للميليشيات الإيرانية من أجل تنفيذ
اتفاق البلدات الأربع؟ نعم، مما لا شك فيه بأن كل بلوى وكل أزمة في الأمة العربية حصلت وستحصل هو من جراء الاتفاق الإيراني القطري وبأموال قطرية للأسف الشديد وبدعم من حكومة طهران. كل هذه المسلمات التي نعيها ونعرفها جيدا بأن وراء كل كارثة عربية سواء في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا أو في أي جزء من الوطن العربي وراءه النظامين القطري والنظام الإيراني، ولا ننسى كذلك يعني إمداد القطريين إمداد القطريين للإرهاب وتمويلهم للإرهاب وإيواءهم للإرهابيين هو أكبر دليل على تورط نظام الحمدين في أزمات الوطن العربي الأمة العربية وضرب الأمن القومي العربي ومحاولتهم قلب الأنظمة العربية سواء كان في مصر أو في البحرين أو في الكويت أو في السعودية. فبالتالي أعتقد بأن هذا يعطينا دلالة واضحة ودلالة قاطعة بتورط النظام القطري وتلطخ يد النظام القطري بدماء المدنيين وبدماء الشهداء العرب الذين سقطوا من جراء دعم هذا النظام الفاسق والفاسد في الحقيقة والإرهابي في ضرب الأمة العربية والعرب. نعم شيخ جمال، يعني تميم يسعى لهذا التقارب الإيراني القطري في هذا التوقيت، وفي الوقت نفسه هو هناك تجاهل للاستراتيجية الأمريكية لموقفها من النووي الإيراني. هل سيؤثر هذا على الموقف الأمريكي تجاه قطر بشكل أو بآخر؟ أعتقد بأن الإدارة الأمريكية تنظر للنظام القطري نظرة أخرى في الحقيقة، وتقوم بدراسة جميع المواقف القطرية سواء من دعم للإرهاب أو إيواءها للإرهابيين. أعتقد بأن النظرة الأمريكية في المستقبل القريب، وهذا تحدث عنه في وسائل إعلامية أخرى، بأن النظام أن الإدارة الأمريكية تقوم بوضع النظام القطري تحت المجهر، وأعتقد بأن سيأتي اليوم الذي ستفضح الإدارة الأمريكية النظام القطري سواء تقاربت مع إيران أو لم تتقارب، لأن اليوم النظام القطري هو رأس الأفعى وهو رأس الإرهاب، لأن الإرهابي ليس من نفذ العمليات الإرهابية بقدر من مول ومن دعم ومن آزر الإرهابيين. فأعتقد بأن النظام القطري اليوم يتحمل وزر الكثير من العمليات الإرهابية في شتى بقاع الأرض وفي شتى بقاع العالم وخصوصا في الدول العربية والإسلامية، ويقوم بضرب اللحمة العربية وبضرب اللحمة الإسلامية من خلال إمداده للإرهابيين ودعمه للإرهابيين ودعمه للإرهاب. فبالتالي أعتقد بأن النظرة الأمريكية ستكون مختلفة تماما خلال يعني الأيام القليلة القادمة، هذا حسب تحليلي وحسب توقعي بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بفضح هذا النظام في القريب العاجل. نعم شيخ جمال أبو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، يعني هناك في مثل هذه الأزمات ما تحدث مصالحات مفاوضات موائمات، لأنه لن يكون الأمر دائما في عداء، يعني هناك دائما المفاوضات والدبلوماسية التي تلعب دورا. هل الدول الأربع بالإضافة إلى الكويت بالإضافة إلى عمان بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الحالي، هل يعني ليس هناك من منفذ للوصول إلى صيغة دبلوماسية يعني تكفي الأطراف هذا النزاع وهذا التناحر؟ أعتقد بأن كل المحاولات التي قامت بها الوساطات الخيرة سواء من سمو أمير دولة الكويت أو من الرئيس الأمريكي أو من فرنسا أو من ألمانيا أو من الاتحاد الأوروبي كلها باءت بالفشل، والسبب هو تعنت النظام القطري وإصرار النظام القطري على موقفه السلبي من القضايا العادلة للأمة العربية. والنظام القطري مثل ما قلت قبل شوي بأنه واضح في سياسته وهدفه واضح، وهو ضرب الأمن القومي العربي وتغيير الأنظمة العربية القائمة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أكبر داعم للإرهاب في الوطن العربي وفي العالم. فبالتالي أعتقد بأن جميع المحاولات الخيرة التي قامت بها والوساطات التي قام بها أمير دولة الكويت باعت بالفشل، والسبب واعترف أمير دولة الكويت وقال بأن قطر هي السبب في عدم وجود حل لهذه الأزمة، ولو أنه لم يصرح بها صراحة، ولكن
ما يقرأ بين السطور من تصريحات أن دولة الكويت تقول نعم. بأن قطر هي من كان يرفض جميع المحاولات وجميع الوسطات. شيخ جمال، سؤالي الأخير وأرجو أن يكون الرد مختصرا، هل هناك أطراف دولية مستفيدة من هذا الخلاف القطري الخليجي؟ طبعا ما لا شك فيه بأن النظام الإيراني هو أول المستفيدين، والنظام التركي. هذه الأنظمة هي تريد زعزعة الأمن في ربما هذا على المستوى الإقليمي، أتحدث عن المستوى الدولي. المستوى الدولي طبعا أعتقد بأن هناك قوة تريد يعني بيع الأسلحة وتريد تأزيم الأمور لكي تستفيد من أموال دول الخليج وأموال الدول العربية وضرب الأمن القومي العربي لكي لا تقوم قائمة للدول العربية، وسيعينها النظام القطري في تحقيق أهدافه. شكرا جزيلا للشيخ جمال بو حسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، معلقا على المكالمة الهاتفية بين أمير قطر ورئيس إيران.